يجوا معانا الحفله دي ابناء النادي، والولاد والبنات استجابوا جدا وعملوا معانا مجهود كبير. كانوا بيسيبوا دروسهم وييجوا، كانوا بيسيبوا ساعات تمريناتهم وييجوا عشان هم حابين الفن وحابين ان هم يكونوا معانا في حفله الكورال ويبرزوا مواهبهم. فكان في بروفات كتير ومجهود كبير جدا جدا اتعمل بصراحه، وكانت قائمه عليه استاذه ابسام شوقي رئيسه قسم النشاط الفني باداره المكتبات، عملت مجهود كبير جدا معاهم وابدعت وطلعت لنا الحفله الجميله دي. النادي الاهلي دايما بيغرز في ابنائه وبيحاول يدعم جواهم الحس الوطني، وزي ما شفنا كده النهارده انت شفت بنفسك يا احمد ان الولاد والبنات كانوا بيتعاملوا بحماس رهيب، يعني بيغنوا ومنفعلين ومبسوطين وحاسين الاغنيه وعشان كده وصلت لنا. انا مبسوطه جدا ان الحفله النهارده عجب الناس تمام، وازمه شويه، فحبينا نعبر عن حبنا لمصر يعني، فقلنا نعمل حفله وطنيه. اتكلمنا اداره المكتبات، مديره الاداره استاذه وليه عبد الرازق رحبت جدا بالفكره وقالت اوكي يلا نعمل. وفعلا اداره النادي مشكوره، يلا نعمل حفله، قدمت لنا كل اللي احنا عايزينه، كل الطلبات اللي احنا طلبناها عملتها لنا الحمد لله. وفترة قصيرة جدا احنا خدنا تقريبا 10 بروفات 12 بروفة بالكتير يعني تمام. طلعنا يعني العمل دوت الحفلة، مدتها كانت حوالي ساعة وربع تقريبا. هو مبدئيا احنا يعني سعداء ان احنا في النادي الاهلي، يعني الاهلي انه يعملوا نشاط فني في النادي الاهلي حاجة رائعة جدا. والنهاردة شفنا كورال الله اكبر، يعني العيال مبهجين، يعني هم نفسهم مبسوطين كده وفرحانين، والبهجه دي يعني اتنقلت للي بيتفرجوا وبيسمعوا، واصوات رائعه يعني. وفي اختراع اكتشاف عظيم اسمه ضحى احمد هاني اللي غنت يا حبايب مصر، دي الناس بتوع المزيكا لازم يهتموا بيها، صوت رائع يعني. ما هو ده فكره انك انت تبقى نادي اجتماعي، يعني فيك رياضه فن اجتماعيات، وموضوع الفنون ده الموسيقى، وفي فرقه مسرح وفرقه فنون شعبيه، ده كويس جدا. ده العيال طاقه كبيره يعني، افتح لهم سكك يطلعوا طاقتهم في حاجات حلوه، في شغل فني، في حاجات اجتماعيه جميله، في الرياضه، افتح لهم شبابيك عشان الطاقه دي تستغل في مكانها المظبوط، وده اللي بيعمله النادي الاهلي الحمد لله. هي صبا بتحب المزيكا طول عمرها، وقدمت لها فريق كورال هنا في النادي وفريق كورال في المدرسه، وبوديها تتدرب فنون يعني في الاوبرا زي تمثيل وكلاكيت وباليه، علشان انت ما تبقاش عارف ابنك موهبته فين، فكل اللي عليك انك تفتح له سكك وتسيبه يشوف ويجرب لحد ما يلاقي نفسه في الحته اللي ربنا وهبه فيها. فهي واضح ان عندها ميول فنيه يعني من النتيجه اللي شفناها في الكورال النهارده يعني الحمد لله. انا النهارده كنت بغني في الحفله اللي هي احنا كنا عاملين اغاني ل 6 اكتوبر، كنا بنحب قوي اساس الحفله دي، يعني احنا كنا عاملينها علشان ان احنا نكرم يعني ونشكر كل الضباط والمحاربين اللي ماتوا في حرب 6 اكتوبر. خليت الكوكتيل الوطني وغنيت صوت بلادي انا مع الكوكتيل الوطني، وغنيت اديها بندردش و صوره 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 واحلف بسماها وبتربها. انا اتبسطت جدا ان انا شاركت في الحفله دي يعني، وخاصه ان هي في نادي الاهلي، انا من عشاق النادي الاهلي، وخاصه كمان ان هي اغاني وطنيه والمصر بمناسبه 6 اكتوبر، ودي حاجه فرحتني جدا. اشوف ده ان انا فرحت بيه جدا، وسعيت ان انا طبعا اكون موجوده فيه لان النادي الاهلي نادي عظيم وانا اهلاويه جدا، فحبيت ان انا اكون موجوده فيه خاصه مع اداره محترمه. ميس ابتسام طبعا عملت معانا مجهود فظيع والموسيقيين وكده، فانا اتبسطت جدا بيه. احنا كلنا كل اولياء الامور عملوا مجهود جامد مع اولادهم، يعني حتى انا كنت بلغي 80 للكوره و80 لحاجات تانيه كتير عشان خاطر الدور اللي هم عملوه جامد، ودي حاجه كويسه ان هم عملوها هنا في النادي بصراحه يعني، ومجهود جامد معاهم، وبشكر جدا مدام ابتسام على مجهودها معاهم، وكلنا تعبنا معاهم عشان يطلعوا بالشكل ده، ويا ريت يبقى في اكتر من كده حفلات تانيه ويستمروا في كل ده ان شاء الله. انا من قدامى اعضاء النادي الاهلي،
ومبسوطة جدا ان في نشاط زي ده ثقافي وفني، وحلو ان الموضوع ده يستمر ويبقى كل فترة كده بمناسبة صراحة او من غير حتى مناسبة يبقى في تدعيم للنشاط الفني، سواء يبقى في حتى ندوات ثقافية مش ضروري كله يكون غنى. وبصراحة ميسي ابتسام عملت شغل جامد وبذلت مجهود جبار خاصة مع الاطفال الصغيرين.